قبل ما نخوض في حدث المباراه الفنيه، تعالى نروح روسيا مع زميلي وطبعا الناقد الرياضي محمود شوقي عشان نعرف منه يعني اخر الاخبار اللي موجوده حاليا في ارض الملعب. محمود برحب بيك. اهلا بيك يا كابتن عمر، وتحياتي لشريف عبد القدير وعرض لك النهارده. طبعا اكيد خساره منتخب مصر اكيد احزنتنا بشكل كبير جدا، لكن عايز اعرف من حضرتك بقى الاجواء اللي موجوده ويعني نتيجة، يعني أعتقد وجود الجمهور المصري يعني بعد المباراة ما كانش مبسوط، كان عندهم أمال وطموحات مختلفة قبل المباراة، لكن منتخب مصر بيكون أول منتخب يودع مونديال روسيا 2018. عايز أعرف من حضرتك بقى يعني الأجواء، الجمهور واللاعبين بعد المباراة. شوف يا عمر، هو بقدر التفاؤل اللي كان قبل المباراة بقدر الحزن الحالي. يعني عايز أقول لك إن اللعيبة طلعت طبعا من الملعب بحالة حزن غير طبيعية. رمضان صبحي كان متأثر جدا جدا اثناء خروجه، محمد صلاح كذلك، عدد من لاعبي روسيا البدلاء توجهوا لمحمد صلاح بمواساته تقريبا. طبعا اجواء سلبيه بالنسبه لنا، لكن في المقابل احتفالات طاغيه هنا في روسيا وفي المدرجات وفي محيط الملعب. انا حاليا في الميكس زون منتظر خروج اللاعبين، وفي زملاء اخرين في المؤتمر الصحفي لكوبر ومدرب روسيا. لكن في كل الاحوال انا سامعكم تتكلموا على الانهيار البدني. احنا شايف ان احنا كنا نقدر، يعني الشوط الاولاني اثبت ان منتخب مصر على الاقل ند يستطيع الخروج بالتعادل، لكن انهيار بدني رهيب. في المقابل بدنيا المنتخب الروسي مرعب صراحه، اعتقد ان هو من اكثر المنتخبات في البطوله في اللياقه البدنيه المميزه. لكن منتخبنا افتقد الكثير جدا من الركائز الاساسيه في اعتقادي يا كابتن عمر، كابتن شريف، طبعا ممكن تناقشوا الكلام ده فيما بعد، انه وجودنا في كاس العالم براس حربة واحد امر بصراحه مهجن. بس يا محمود، انا شايف ان مروان محسن يعني وجوده مع منتخب مصر في مباراه اليوم، يعني انا شايف ان هو يمكن المباراه اوجواي ما جاتلوش فرص كتيره، ممكن الناس تحملت عليه افضل كتير من طبعا اكيد مباراه اوجواي. انا بتكلم على وجوده وحيدا طبعا بدائل. عاوز اقول لك ان كان مثلا بجواري في مقصوره الصحفيين صحفي ايطالي اسمه البرتو، كان مندهش جدا يعني بيسالني عن الاسترايكر اللي موجود في منتخبنا غير مروان محسن، فقلت له مفيش. يعني الراجل اندهش جدا، ازاي 23 لاعب واسترايكر واحد بس هو اللي موجود فيه. ولكن في كل الاحوال منتخبنا طبعا الاهداف المتتاليه دي خلت الفريق طبعا انهار سريعا. والغريب ان احنا تمسكنا بعد الجون الثالث. طبعا الهدف اللي احنا جبناه ده هديه من السماء زي ما بيقولوا لكسر العقده. حتى انا كنت معاك في مداخله من يومين قلت لك، يعني اتكلمنا حتى في النقطه دي تحديدا، ان قصر العقده دلوقتي اصبح بالنسبه لنا هدف يعني. ولكن الامور طبعا محبطه، كان املنا كبير في الصعود للدور الثاني. اقدر اقول لك انه انا شايف حتى في الانطباعات في وجوه اللاعبين والجهاز الفني طبعا حاله انهيار برضو وتاثر شديد. لو اتكلمنا مع حد من اللعيبه تباعا هنقول لك التفاصيل وتصريحاتهم، واتصل بزميلنا محمود سعيد لنقل كل التصريحات اول باول. يعني عايز اسالك برضه، يمكن انت عارف الجمهور المصري اكيد متواجد يعني بكم كبير في مدرجات ملعب سان بيترسبرج، هل حصل بقى اي او ممكن يعني هل حصل اي احتكاك مؤتمر صحفي؟ هل لا، هو حصل احتكاك وحيد انا شفته بالظبط. انا يعني كانت حاجه مهمه جدا، اطمن. كان على شمال المقصوره كان حصل احتكاك ما بين الجمهور المصري والجمهور روسي، سرعان ما انتهى سريعا تدخل الشرطه. في المقابل على فكره كان في احتفالات مزدوجه، يعني في جمهور كبير جدا من مصر هنى الجمهور الروسي واحتفلوا مع بعض والتقطوا الصور التذكاريه والفيديو. يعني كان في حاجات سلبيه وفي حاجات ايجابيه برضه، لكن ده امر طبيعي انت عارف في الكوره اكيد طبعا في تعصب. انا مثلا كنت منفعل جدا خلال المباراه، وكان جنبي صحفيين روس يعني وكانوا مقدرين الانفعال بشكل كبير. يعني أيه، احنا بننفعل في حدود المطلوب، مش يعني مش بننفعل بشكل طبعًا يعني طبيعي، يعني بتشجع منتخب مصر ومنتخب مصر خسران او بيضيع. الانفعال كان زائد شويه في كره مروان محسن، ان انا كنت شايف من وجهه نظري ان هي ضربه جزاء. يعني ما انا مش عارف يعني تقنيه الفيديو يا كابتن شريف محمود، يعني المفروض ان في حاجه اسمها تقنيه الفيديو، هل ليه الحكم؟ انا كنت قاعد مع بالقرب من صديق مصطفى طنطاوي وقلت له الكره دي بلانتي، فين الفيديو؟ يعني ما يعني ما مش ممكن، يعني حاجه كانت صادمه بالنسبه لي. هو كان فعلا لازم زي ما عمل في ضربه الجزاء الاولى ان هي فعلا ضربه الجزاء واضحه جدا اصلا. يعني طب وكان رد مصطفى طنطاوي ايه على حضرتك؟ لا، انا كنت بتناقش معاه بسبيل الانفعال، بس المعلومات اللي عندنا كلنا ان الملعب ما بيوقفش، يعني هم لو في حاجه بيبلغوا. لكن بس غريب برضه يا استاذ محمود ان بعد الكوره دي
لعيبه منتخب مصر ما اعترضتش، يعني لعيبه منتخب مصر بعد ركله الجزاء الاولى ده احنا قعدنا نصرخ على الجهاز الفني، وطبعا بس المسافه بعيده جدا طبعا اكيد طبعا، لكن فعلا يعني مش ممكن، يعني ضربه جزاء واضحه جدا يعني ما انا شايف ان احنا ضربنا في الكره دي تحديدا. صحيح انا ما بقولش ان دي سبب هزيمه، لا لا اكيد يعني كنا ممكن النتيجه تقرب شويه، كان ممكن اي حاجه تحصل. برضو عمر عاوز اتكلم في نقطه تحديدا، يعني كان ممكن برضو ممكن كلنا هننتقد المنتخب مصر انتقادات منطقيه طبعا، ولكن لا 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 يعني مش من المحبذ او مش كويس خالص ان احنا نقول انه وجود الفنانين والشخصيات العامه وهو سبب مثلا انهيارنا 3-1، بدليل ان احنا عملنا شوط اول في اعتقادي شوط رائع يعني، وبالتالي الفنانين وما الى ذلك تم امبارح فعلا فعلا فصلهم على اللعيبه، ده حقيقي. لا معاه استنى محمود ثواني بقى تعالى لي اصل كابتن شريف كان بيتناقش معايا. بص يعني بص يا محمود الحاجات دي بتاثر بالسلب على اللعيبه جدا. كابتن شريف اللي معاك يا محمود. انا شريف اللي معاك. بص يا محمود يا صديقي العزيز حبيبي، بص انا حصل معانا في المدرمان نفس الكلام، الموضوع ده بيشوش علينا احنا كلاعيبه حتى لو انت مش قريب ليا قوي، يعني ده بيخرجنا عن تركيز في حاجات كتيره. اللعيبه نفسها نفسيا بص يا محمود اللعيبه نفسها نفسيا بتتاثر. اسمع انا عارف انا بقول لك ايه كويس، اللعيبه مع بعض في الاوضه، ده فلان جه ده فلان عمل هيحصل نفس اللي حصل، لان الكلام ده كنا بيتقال علينا واحنا في السودان نفس الكلام بالظبط. خلاص انا ما بقولش ده سبب من الاسباب، انما بقول ده بيخرج اللعيبه لجزء، واللعيب اصلا محتاج يبقى يعني مجرد في الملعب لما بيخرج جزء من الثانيه عن تركيزه وخلاص. أنا بقول إن الشوط الأول أثبت إن منتخب مصر كان مركز، يعني كونك تفقد التركيز في الشوط الثاني يبقى أنت المشكلة فيك أنت في الملعب، لكن ما فيش أي حاجات أخرى خارجية أثرت عليك، هي دي الفكرة. بس أنا أقصد كده. لا أنا أفهمك نقطة تانية في الكورة، بس يا محمود بعد إذنك أفهمك نقطة تانية، الموضوع ده الحاجات دي مؤثرة نفسياً على اللعيبة، أنت لو بصيت على اللعيبة بتاعتنا نفسياً مضغوطة جداً لدرجة إن هي الحمل البدني كله بتاعها المجهود البدني كله خلص الشوط الاولاني. لا هي لعيبه مضغوطه نفسيا مش عشان خاطر واحد ضربه، لا نفسيا عشان حاجات كتير. انا محمود لما بتكلم على الموضوع ده اقول لك الناس مضغوطه نفسيا لان الطموحات كانت كبيره جدا والاحلام كبيره، طموحات ومضغوطين في حاجات كتيره يا محمود، فاهم قصدي؟ ده جزء من الضغط. مثلا واحد زي محمد صلاح الضغط اللي عليه ضغط هائل طبعا، خد بالك هو طبعا معتاد على المعجبين والمعجبات والتقاط الصور التذكاريه والكلام ده كله، لكن هو مضغوط فعلا لان كل الاعلام، يعني اكفى اقول لك النهارده ان الصحيفه الرياضيه الاولى في روسيا صحيفه سبورت بيسموها هنا الرياضه كل يوم، دي صحيفه متخصصه في الرياضه، عملت غلاف فالنهارده ما حطتش فيه صوره الغلاف بتاعها لا منتخب روسيا ولا نجم من نجوم روسيا، حطت الغلاف كامل محمد صلاح. يعني الامر فعلا هنا غريب بالنسبه لمحمد صلاح يمثل حاله كبيره جدا في المونديال، وبالتالي الضغوط الرهيبه دي احنا ما تحملناهاش. انا شفت الكلام ده بقى، يعني هاخد من كلامك برضو الضغوط اللي انت بتتكلم فيها دي انا شفتها في الملعب فعلا مع الانهيار اللي هو حصل، الجون الاول فالثاني فالثالث، ده بقى هو ده بقى اللي مؤكد فعلا ان في ضغوط، دي ضغوط حقيقيه. الانهيار ده وانت ما تعرفش تلم نفسك بعد الجون الاول او الثاني ده يعد انهيار. اعتقد في اعتقادي انه المدير الفني في كل الاحوال هيتحمل اي انهيار. طيب والا هنحاسبه امتى يعني؟ محمود يمكن عايز اعرف منك منتخب مصر ايه الخطه الفتره اللي جايه، يعني ماتش او مباراه السعوديه منتخب مصر، هل هيغادر مدينه سان بطرسبرغ هيتوجه الى مدينه اخرى؟ قول لي خطه المنتخب في الايام المقبله. هي طبعا هيغادر سان بطرسبرغ باذن الله في على طائره خاصه عائدا الى جروزني، وقبل ويوم الاثنين قبل يوم الاثنين المباراه بتاعت السعوديه في مدينه فولفوغراد، قبليها يوم السبت مساء هيكون فيها يتدرب فيها يوم الاحد ويخوض المباراه يوم الاثنين باذن الله. اعتقد ان مباراه السعوديه لها حسابات خاصه جدا جدا جدا، طبعا هي مباراه ما بين شقيقين نتمنى انها تخرج بشكل طيب، والكلام ده مش لازم يكون كلام شعارات يا جماعه، لازم يكون فعلا كلام حقيقي، يعني مش عاوزين الكوره تفرق ما بين شعوب، احنا نلعب ماتش كبير والسعوديه تلعب ماتش كبير، وفي النهايه يعني اللي هيكسب هنبارك له. اتمنى طبعا منتخب مصر يحقق فوز على السعوديه، انا على المستوى الشخصي بتمنى ان احنا في المونديال نحقق فوز، شاركنا مرتين في 34 وفي 90 لعبنا اربع ماتشات في تاريخ المونديال، وماتشين المره دي قدام اوروجواي وقدام روسيا ست مباريات لم ننجح في تحقيق الفوز، وبالتالي تحقيق الفوز امام السعوديه سيكون امر بالنسبه لي او بالنسبه لكثير جدا من الجمهور، بالنسبه لكثير جدا من الاعلام الرياضي امر مهم.
يعني محمود هسألك سؤال أخير، هل تعتقد أن ممكن كابتن عصام الحضري يشارك في مباراة السعودية بما أن خلاص ما فيش أمل لمنتخب مصر وبالتالي فرصة للكابتن عصام أن يحقق حلمه ويشارك في كأس العالم؟ أعتقد بشدة، أعتقد بشدة أن عصام الحضري سيكون حارسا لمرمى منتخب مصر سواء كان أساسيا أو على دكة البدلاء ويشارك فيما بعد. يعني محمود شوقي بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا في قناة الأهلي والناقد الرياضي.